من الخمسة للسبعة يفن راسين كاري سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري، هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين، عم ستر عمام وشاد العرفاوي، جميل الشيخي والجروب تاع اليوم في راسين كاري. سؤال يقول 45 ألف تلميذ في تونس، شبيهم؟ انقطعوا على الدراسة أكثر كل سنة، أكثر مالوغوزمون. 45 ألف تلميذ باش يعديو البكالوريا، باش يعديو البكالوريا ولا النوفيام، ولا النوفيام. لا سا دو باتر زوز غالطين، سكروا عليهم المبيتات خليهم في الشارع. هذا هو، هذا هو. 45 ألف تلميذ في تونس يباتوا في 330 مبيت. فما ناس يهزوا صغارهم ولا هما مضطرين أن يمشوا للمبيت لأنه بعيد، شفتوا في المناطق الريفية ما فماش المبيتات اللي تستقبل من بداية الكوليج حتى للبكالوريا، وفما زاد أولاد صغار ينجموا زادا يسكنوا في المبيتات وياكلوا في المطاعم المدرسية. دونك فما برشا بقايا اللي هما ما ينجموش يباتوا في ديارهم فيباتوا في المبيتات. و بطبيعة الحال احنا من غير ما ندخلوا في الديتاي نتاع شكون عنده الحق وشكون ما عندوش، كل واحد يدافع على حقوقه، اكيد هي حاجه مشروعه، ولكن السؤال هوني الصغار هما اي شنو شنو محلهم، شنو ذنب الصغير؟ لا وهذا ناتج على الكوفيد، زعما عداله ولا ما فماش؟ ليه ما عندهاش علاقه بالكورونا؟ لا 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 ما عندهاش علاقه. لا 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 45 الف تلميذ يباتوا في 330 مبيت، فما تقريبا 350 ألف يتمتعوا بالأكلة المدرسية في 2500 مطعم مدرسي في المدارس الابتدائية. وبطبيعة الحال أنه الصغار ذوما فما شكون يعدي الباك، فما شكون عنده امتحانات، فما شكون، مع احترامنا بيان سور للمطالب الشرعية للقيمين، أكيد أنهم إذا كان عملوا معناها هالاحتجاج هذايا سويت على ترقيات ولا مهما كانت المطالب ولا ظروف العمل ولا غير العمل زادة، ولكن الصغار ديما احنا هما يقعدوا ضحية الانقسام والعركة وال ما تسويت راهو الوضعية راهو، ولكن مازال اليوم قاعدة تتسوى، قاعدة تتسوى، بداوا يرجعوا راهو القيمين. مازال مازال. منين جبت المعلومة هذه انت؟ من وزارة التربية، ونجم كان فما شكون يحب يعمل حق الرد يتفضل. يا اخي وحده احنا في مانيش برنامج، لا لا قاعده ماشيه للتربيه، انا متاكد اللي هي ماشيه للتربيه ان شاء الله احنا شو نحبوا. اوكا يلزمها تتسوق على خاطر الصغار هما بيتهم قايمين عندهم اولادهم يقراوا، راهو في بالك ما عندهمش طبعا يقراوا في المدارس والمعاهد. ايش معناتها تعليقك يعني الاخير؟ يعني الخصم والحكم وميم تون الصغار ما عندهمش حتى ذنب، شيء ما عندهم حتى ذنب. اي فوالا، يعني شفنا انه برشا تصاور تعديت في تلامذة قدام المبيتات في الـ في الـ في البلد في الليل وغيره، نجم تحتج وبطبيعه الحال مع ضمان حقوق التلميذ. ها محمد كعبي من غوادلوب من الكاريبي، يحييك شادي على البيت كاريبي يا صاحبي، ابعث لي شويه كاريب مغادي. اسمع شادي راه كي تحييه من بقعه لازم تقول له حاجه كاريب تتاكل هذه. تحيه ليكم وين ما كنتم مستمعين. راه قلق مسكين في الكاريب يتسخف فيه. اي شنو هي فيلم الرعب الشهير اللي فيه 9 اجزاء؟ شكون مغروم باللي فيلم سو دورور؟ هو السو. هو من اشهر افلام الرعب والتعذيب الامريكيه. لا مش الكل، فرشت في الثلاثه الاولانيين. لا ما شفتوش جمله، دي في دي قعدت عندي هذا من الاول اون 2006 تفرجت فيهم خاطر الصدفه في قنوات افلام الرعب. عبد الستار جي اوغور دو سا نحبهم، جي اوغور جي اوغور دو لوغور دي فيلم دو غور نحبهمش. لا ما نحبهمش بالكل، احنا الدنيا عايشين فيها بال يكفي واحد. نوعية سو يخوف أكثر من نوع تقبل كل الدم خارج وليزي في سبيسيو وحاجات زرقاء وخضراء والدنيا أفلام الرعب. لا حبي وحرامي والله يطلع الأدرينالين بحق والله. سلسلة أفلام أمريكية، أول جزء أخرج في 2004 والجزء التاسع شفتم هذا؟ لا لا مبرمج خروجه في 2021. سلسلة متاع أفلام أمريكية أسترالية كندية، الكتاب متاع أول فيلم السلسلة هذه
ربما استلهم من 7 ها من فيلم كيو لي سيت بيشي سيت بيشي كابيتو داني وكارلي إلفيز مثلوا في الجزء هذا. فكرة الفيلم الأول زوز أشخاص يفيقوا فجأة ويلقاوا رواحهم محبوسين في حمام مهجور تحت الأرض ومربوطين بسلاسل. لقاو أشرطة بتاع كاسات صغيرة وفيها يطلب القاتل من كل واحد باش يقتل الآخر باش يعيش هو. ها؟ هاي مراد تحياتي لكم جميعا من الكيف. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. علي اللي مذكر الكيف. والنسمة الكافية. اللي تسمع فينا وين ما كانوا بسام من المنيهلة وكذلك الناس تسمع فينا من ميامي. إيهاب يقول لي صباح النور. شكرا يا إيهاب. صباح النور. في العشية. توقع. علاش اعتذر يوشيرو موري رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو عفوا أولمبياد طوكيو اللي أجلت بسبب الكوفيد 2020 هو بيدو يا أخي أجلوا 2020 هاي نعرفوا هذا قلت لك علاش شنو اعتذر هو قال حاجة اعتذر عليها اعتذر مسيو يوشيرو موري معنى غلط في حاجة اي غلط قال ولا عمل حاجة قال اعتذر على كلام قال غلط كلام حسب رايكم يهم شنو يمس شنو ساعه يوشوري ناس مليح ما يخرجش حاجات سبحان الله غلطة مش في حاجه البارح تقدم رئيس اللجنه التنظيميه لاولمبياد طوكيو باعتذار بعد ما تعرض لحمله من الانتقادات بسبب تصريحاته اللي قال فيها انه وجود عدد كبير من 3.6% قال حاجات غاسيست لا مش غاسيست صحيه قال لا صحيه حاجه خايبه رايا خايبة صديق ما أخيب من ديت غاسيست لا لا بون بنفس الدرجة نتصور أبو أي فرق ما بين النساء والرجال أي كيفاش عدد كبير من النساء فما إذا كانت فما لا الرجال على في المؤتمر الصحفي مازال مش صحيح يا بنت صحيح لا بالله شوف لي يا مي قداش اليوم جاوبت من سؤال دقيقة براس سمك استنى شادلي بالله خرجوهم لهم بالكعبة بالكعب اسمع دقيقة حط في الجيب سخابي اليوم اليوم حطيت في الجيب ورجعت للجيب يا لا ابدع اليوم ابدع شنو هي انه قال عبارات سكسيست يعني وجود عدد كبير من المديرات النساء يضيع الوقت على خاطرهم يحكيوا برشا في الاجتماعات صار هجوم كبير عليه وطالبوا بالاستقالة فاعتذر عن اللي قاله يا شوري هكا يا شوبي يا شوري هكا توا والله جا نقول لك لو كان بالحق يظل يحضر في اجتماعات انت على لجنه نعرفها انا في تونس. كنت فيها قبل اللي هي معناه شنو يخموا بنفس الطريقه يا ليت يحكيوا برشا يقطعوا رايشو كان يحكيوا صح شكونهم اما تصور انت الاجتماع يكون 9:30 يبداو يجيو من 10 ودرجين واللي تدخل منهم تربق الباب وتدور تعمل تبوس القاعدات كلهم هذا مش في زمن الكورونا واخر واحدة خلطت طرقت الباب وقالت هاي زغرت ولعلو سجل شكون هذي في لجنة ما في باني. إدارة كنت فيها أنا قبل عرفتها سمي الحاجات بأسمائها طبعا أنا ذكر لي غزرت السيدة منى نور الدين قاعدة وكانت هي المرأة الوحيدة اللي بعقلها اللي قاعدة بالحكاية بلدي تونس هذي سكرت الدوسية انت غزرت لها فهمتني بالعينين سكرت الدوسية قلت لهم سامحوني وخرجت وذلك من أسباب الاستقالة برشا السلام عليكم from فيكتوريا من كندا share up for all the team زياني عندهم شلالات فيكتوريا زياني عملنا شوية شلالات زياني فادي إيمان سلام عليكم من جربة مريم سلام عليكم مراد قولك في الغياب تاع أنس مرحبا بك شادلي معناها تعوض انس معناها انت في ظل انس قبل علومه سان بيترسبورغ من سان بيترسبورغ اسمها سيدي مي جمال مي شتعمل غادي مي تقرا مدسين هذا باس تقول لكم انتم احسن برنامج اذاعي شكرا لك يا مي شكرا لك شكرا يا مي جيب لي ماتروشكا بالله معاك خلينا نعملوا فيها جو شكون اكثر فريق ربح كاس العالم للانديه تعرفوا ان اليوم فما كأس العالم للأندية تعرف أنه عديد الأندية اللي تربح في القارات خلينا نفسر شوية ونبسط برشلونة العب ستار وجميلة أنه كأس العالم للأندية شنو هي
كأس العالم اللي هي البطولة الكبيرة بتاع الأمم فيها تصفيات يوصلوا 32 فريق. كأس العالم اللي شاركنا فيه عام 72 بالأمان 78 و 2018 ما نعرفش ما تونتي تعرف عطوك كهو سي صادق والأندية كأس العالم للأندية صديق كل فريق هو بطل قارة القارة نتاعو يتلموا الكل ويمشيوا يلعبوا كأس العالم. كيف يعرفوه بطل القار؟ خاطر هزوا البطولة نتاع القار. كل قارة تعمل ياكلوا بعضهم في قارة واحدة. كل قارة تاكل بعضهم. كريبتوفا ليك دي شامبيون. الترجي الرياضي مثلا كان بطل نسخة 2018 2019 ومشى لكأس العالم الأندية. ومشى كأس العالم الأندية، الأهلي مثلا توا يشارك كأس العالم الأندية لأنه كان بطل إفريقيا. يجي بطل أوروبا وإفريقيا وآسيا والقارات ويعملوا بطولة العالم الأندية. شكون أكثر فريق ربح كأس العالم الأندية؟ أنا اللي نعرف برشلونة. غازي جوابك صحيح يا غازي، نعيم غازي و غازي عياد شنو جاوبك؟ ريال مدريد. ريال مدريد قريب تقول لي كيف كيف مش فارق ما اسبانيا وكل اسبانيا. اما ريت بايرن ميونخ مش تلعب مع الاهلي في فينال وكانت تهز الكاس يعني بايرن ميونخ ثم السنة هزت ستة يعني كؤوس ورا بعض. تنظم كأس العالم للأندية لأول مرة سنة 2000 وما تلعبش ما بين 2001 2004 بسبب انهيار شركة الفيفا التسويقية. كان فما شريك تسويقي ما نجمش يقوم بالمهام تاعو فألغيت المسابقة. تتلعب بنظام كل عام البطولة من عام 2005 استضافوها برشا بلدان، البرازيل، اليابان، الإمارات، المغرب، قطر. ربحوها 10 فرق في 15 نسخة من البطولة. ريال مدريد الإسباني عنده الرقم القياسي 4 مرات 2014 16 17 18. بعده يجي برشلونة 3 ألقاب. بعده نادي إن شاء الله ننطقوا مليح كورينثيانز البرازيلي بزوز ألقاب. واللي ربحوا مرة هما ساو باولو وإنترناشونال برازيل، ميلان والإنتر من إيطاليا، مانشستر يونايتد الإنجليزي وليفربول، وبايرن ميونخ من ألمانيا. إن شاء الله نشوفوا فريق إفريقي مرة. فما زوز فرق توانسة يعني وصلوا لعبوا في النجم الساحلي والترجي والنجم الساحلي عمل بريستاسيون حلوة يعني تحية لأحبائنا. وكذلك بيان سور نتمناو أي بيان سور نتمناو أنو ديما الفرق التونسية كي تمشي للمسابقة هذه تعمل حاجة مزيان. وين موجودة النقطة اللي تمثل أقصى جنوب القارة الأوروبية؟ أقصى جنوب القارة؟ أقصى جنوب به النقطة النقطة اللوطنية في إفريقيا هي كاب. هي الكاب والفوقانية الفوقانية فيش اسمها في بحر بنزرت كاب نيجرو. كاب نيجرو أي والأقصى النقطة اللوطة في 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 جنوب أوروبا اوروبا لازمها تكون يا اسبانيا في في اسبانيا نو لازمها تكون في اسبانيا سبته ومليله سبته اسبانيا اسبانيا سبته ومليله في القاره الافريقيه. نحكيو على جزيره اسمها تاريفا تتسمى لا بوان تاريفا تاريفا فوالا لا بوان دو لوروب على خاطرها اكثر نقطه في جنوب اوروبا. هي واحده من بلديات مقاطعه قادس اللي في الاندلس جنوب اسبانيا. مساحتها 419 كيلومتر مربع. سميت البلديه هذه على اسم قائد القائد العسكري اللي هو طرف ابن العب عبد الرحمن. لا لا طريفة هكا هذه الجاب يا الخابي هذه تو بدات تخرج تو الامور دخلت بعضها طريفة بخمسة ما نعرفش نفكرش اسمه اسمه طريف طريف اما ما نعرفش ولقب كيما انس بن مالك اسمه طريف بن مالك. لا يطلعش خو انس عام 710 سمح لها البوان يقولوا ان فما عندنا من سلالة وعندنا عائلة في الساقس وين نقول علاش انس طريف عندنا عائلة في ساق دار طريفة عائلة نحييهم اللي يسمعوا فينا منهم لقبهم طريفة هكايا هما الساقسية ويقولوا انهم هما جلاو من الجزيرة هذه جايين من الجزيرة طريفة. تحيات المستمعين ديما هكا احنا حلينا الباب ان كرون بونجور سامي عبد الستار كان تقرا معنا في في العلوية مرحبا بك صابر صديقي صابر حياني تحياتي من نوتنغهام مدينة روبن هود
جربي مجدي. شكون اللي كان تقرا معك؟ لا لا يقرا معايا يقرا معايا. حسيب بمرام. لا 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 ما عنديش مشكله. نورمال. احنا هنا وسيمي نورمال خلينا في العلويه. به المدن هذيا اللي ساعات تقول لك اقصى مدينه في جنوب القاره واكبر مدينه في جنوب القاره، معناها نوصلوا احنا نعملوا سؤال على جنوب القاره والمدينه ومعروفه وشكون اسسها وكل شيء. قديش من واحد منا يعرف اقصى شمالنا شنو اللي هو اقصى شمال القاره؟ اقصى شمال تونس. شويه قلت لك معناها شكون يعرف هذا في الخارج في العالم؟ على خاطر احنا ما نسوقوش ما نبيعوش. تو الكاب، مدينه الكاب في 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 افريقيا الجنوبيه. يمشيو افريقيا الجنوبيه يمشيو لها بالذمه معناها، فما كل شيء سياحيا. احنا كاب نيجرو معناها رسنجلا رسنجلا مليش برشا، مش عملوا فيها حطوا فيها كمان خريطه نتاع افريقيا وكذا، مليش برشا اربع خمس سنين التالي حطوا فيها وكذا. ما فماش كيما نقول اتراكسيون بالذمه، هي ديجا بدايه القاره والنهايه. في معناها كان الدنيا دي اول حاجه مبحث جملي جملي طبعا ما بيناتهم وتكون فما بيناتهم، وناخذوا حتى عليهم هما اش عملوا اش عاملين من من انشطه وكذا. احنا حتى الطريق ليها صعيب راه كابانجيلا سي با فاسيل معناها، مش خلط لها معناها طريقها في امريكا الجنوبيه. شيلي هي اقصى نقطه، فما مدينه فما مدينه بكل يظل يتابع شيلي يتابع شيلي ماشي عندها اسم هذيك البوانت. اما لا يسوقوا كل شيء يسوقوا كل شيء ويعرفوا يعني عندك انت معناها سي سي سبيسيفيك توا يعني اعلى نقطه في القاره نتاعك انت تفركس باش تتعلمها. واعلى نقطه في اوروبا شنو هي؟ اعلى نقطه تنشوف اعلى نقطه عندك انت الاجابه؟ لا ما عنديش، ما شيك فيها جيبي والخابية عندها علاقه يظل لي بالحدود الروسيه يظل لي تنظبطوا من هذا. قالوا زيني عامل حاله هذه عليا نرجع الاول من الجمعة من الخمسة للسبعة جفام غاسين كاري سالي بنور. رجعنا في راسين كاري 46 دقيقة على اختيار النغميس. علي نحبها برشا يعني نعتبر عندي ثلاثي رأي الشخص، هما أحسن ناس غناو أحسن نساء غناو في تونس بالنسبة لي، هما عليا ذكرى وذكرى وشبيله راشد. اي باهي 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 والاخرين اكيد اصوات كبيره، ولكن هذا رأي شخصي. هذه ترجع بنا لسنه 73 قالوا زيني عامل حاله سي عبد الحميد ساسي 73 عمي سي عبد الحميد ساسي وسي هو الملحد العبقري كي سور دو لو الراجل ورغم خوه خوه معناها تصور هو خوه عمي سي محمد ساسي سنة غير نفار تقولش عليهم مش أخوان تقولش عليهم تربيو جميع محمد ساسي المطرب المطرب وهو بدون ملحن ملحن يعني. لكن الاخر كلاسيكي ماركة والاخر هبلات فنية اي وسي محمد النجمي زاد الكاتب الشاعر خاطر مش العازف النايس مش عازف النايس مش الحاج محمد يرحمهم الكل يرحمهم الكل كان زاد كاتب بطريقة يكتب بطريقة ياسر حلوة معناها سوا هذيا قالوا زين عمل حالة معناها اللي ضربت في زمانها طبعا والرد نتاعها اللي رد نتاعها مع نعمة مع سيدة نعمة يرحمهم الكل اللي خاطر هذا مش في بالك جد عليك وسلم فيك معناها كانه اخذوا رد معناها اجوبة بالفن والنوعية اخرى شيخ رقي توا نجاوبوا بالفيسبوك وبالستاتيوات ولو حتى ترتقي ستاتيوات مستوى معين ساعات حتى ستاتيوات يحمدوا ربي زيت اي 7 فيفري 2021 في الولايات المتحدة هو موعد كبير تاع شنو؟ 7 فيفري معناها اش معناها 7 فيفري؟ موعد سياسي سياسي 7 فيفري 2021 موعد سياسي الولايات المتحدة موعد كبير فينا ميدان 7 فيفري سي دلاكتواليتي صاي احنا ما نعملوش لاكتواليتي سيلينا سامي نتبع فيكم انا ولدي عمره 9 سنين ويحب برشا سي عبد الستار مرحبا بي فضلو. هاي 7 فيفري 21 معناها هذه بعد غدوه تاريخ بعد غدوه ان شاء الله ثانوي ولا سبيسيال ثانوي حدث كبير 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 استقلال المتحده استقلال الولايات المتحده لا فور جولاي 4 جويي فور جولاي نيا 4 جويي فيلم هاي تاع توم كروز هاي رياضي رياضي رياضي
نهائي بالسبور مش البيسبول مين تقرا فيها والله ليه آه عندي شيء مش بيسبول بتاع الباسكيت مش باسكيت مين عليش انت فوتبول امريكان اي فوالا سي فوتبول انا سميه كرة القدم الأمريكية 7 فيفري 2021 بتتلعب مباراة سوبر بول 55 في ملعب رايموند جيمس في فلوريدا. كيفاش يعملوا في الكوفيد؟ يعتبر هذا الموسم الخامس اللي تلعب في تامبا في فلوريدا والثالث في ملعب رايموند جيمس ستاديوم. فالمباراة هذه باش يواجه فريق تشيفز كانساس سيتي وتامبا باي بوكانيرز وباش يكون ذا ويكاند ضيف شرف في المباراة العرض الأول النهائي لأول مرة في سوبر بول 55 بعد ما تصدرت جينيفر لوبيز وشاكيرا مباراة 2020 في السوبر بول هالف تايم شو في ميامي. شاكيرا مش مغنية على خاطر يعملوها سبكتاكل في وقت البوز وقت البوز لا لا مش لا يعملوا سبكتاكل حاجة أخرى زويز اليوم أمريكا كل تقف باش تتفرج اثناء ذا ويكاند هو الضيف الشرف بسبب جائحة كورونا قال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أنه عدد الحضور النهائي للجماهير في السوبر في السوبر بول باش يكون 25,000 من بينهم 7,500 عامل رعاية صحية تم تطعيمهم وبطبيعة الحال هالأحداث تطعيمهم باش زرقوا لهم 25,000 زرقوا بلادهم فايزر بلادهم راه فايزر استرانيزيكا ولا لا الاخر روسي عاد لا سبوتنيك روسي لا الاخر شينوا فايزر هو اللقاح الامريكي فايزر اي تعمل فايزر بتاعك معي انا بطبيعة الاحداث هذيا في السبوت بيبليسيتير ما عندكش فكره معناها قداش فلوس سرق قداش فلوس معناها باش تعمل سبوت في احداث كما هكا نهائي كره السله ولا العالم الكل يتفرج لانه كره القدم هي امريكيه وثقافة نتاع الولايات المتحدة ثقافة التسويق زادة لا كبيرة بيان سور يعني حاجة لا بروف انا نحكيو في هذا وقتاش لسات تفرج شوية وخذ فكرة عبد ستار الأربعة نتاع عسلامة من عنابة شكرا اسبوار دو في اللي سامي والاستاذ عبد ستار واللي ما نعرفهمش مرحبا بيك دونك 32 مليون شخص فاكسيني في الولايات المتحدة حتى لتوا تقول انس من ميامي يلا عنا إيناس احنا في إيفام فترة فيك وبعد نرجع كل يوم راسين كاري جديدة على إيفام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري توا السبع غير درجين درجين لعب شادلي أنا مش نحكي على رواية سؤال 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 أي. منها السؤال وكيف يقول رواية تحولت إلى فيلم هي رواية الأديب المصري يوسف السباعي يوسف السباعي صدرت في العشرينات هي على أحداث يعني حارة مصرية في العشرينات هي تحولت الرواية هذه لفيلم عنا علاقة بها الفيلم هذا نحن كتوانسة الفيلم هذا فهمتني فيه برشا ممثلين الانتاج كان يعني سنة شنو ساعة سنة 1977 هي الانتاج كان ليوسف شاهين الاخراج اسكندريه ليه صالح ابو سيف لكن لا. تونس اشتركت لا. في الانتاج قام بكتابه سيناريو وتطور جزء منه محسن الزايد بالاشتراك مع صالح ابو سيف وكانت تونس حاضره بالستباك تحميض يعني اي كانت تونس ممتاز. حاضره بسات بيك فهمتني فما من أبرز الممثلين أمينة رزق فما شوق فريد شوقي فما زادة يظهر لي تحية كاريوكا زادة مثلت فيه الفيلم هذا شنو صلاح أبو سيف المخرج اللص والكلاب لا لا. أمينة رزق فريد شوقي شكون آخر تحية كاريوكا تحية كاريوكا, تحية كاريوكا. يعني السات بيك ساهمت فيه اي هذا عرفنا السات بيك ساهمت فيه هاي يعني هو الانتاج يوسف شاهين بالشركه نتاعه والفيلم بالاشتراك مع شركه صلاح ابو سيف التونسيه سنه 1977 77 فماش ممثلين توانسه لا لا, لا. كلهم ساروا الحكايه تصير في قريه مصريه في العشرينات هي الرواية يعني رواية يوسف السباعي شفيقة متولي بعد لا. لا فيها سعاد حسني
بالك شي ما حابش يسمينا هكا ممثلين يقرب فيها عزت العليلي. عزت العليلي يعني بدي فيه عزت العليلي مش اخرج يوسف شاهين لانه عمل حاجه مع شاهين مش الارض لا الارض عبد الرحمن الشرقاوي لا اسمه كومبوزي سي هذاك اسمه كومبوزي اعطينا انديس اعطيك سمي هكا عزت العليلي وفريد شوقي وتحيه كاريوكا والانتاج شاهين مع الاشتراك مع سنتيك شنو القصه مثلا؟ القصه في نفس الاسم القصه الفيلم نفس اسم القصه هذاك هو فيلم نفس اسم القصة يوسف السباعي السقامات انا نحكي لكم على السقامات خذيتها من ناحيه اخرى حكينا فيلم على السقامات فيلم السقامات خذيت من ناحيه اخرى اللي هو كان روايه ليوسف السباعي ومن بعد ما قلتش على بلقيس اه علاش ما قلتش على بلقيس شريعه خاطر احنا في تونس مشاركين فيه في تونس قلت لي في تونس بلقيس شريعه لا حليت لكم كل شيء قول على الاقل فما ممثل تونسي ما نعرفش لا قلت لكم على السسبيك قلت لي قلت لك فيها بلاد توازا قلت لي كما يقول سامي ما جدوى من السؤال هذا عاقبوا المعلومه الجديده اللي جبتها ورقه صف المعلومه الجديده اللي جبتها اللي السسبيك اللي عملته كل حصه كلها تحسن الماء جورناليستيكمون قاعد تتقدم السسبيك مشاركه في الفيلم روبريك ساعه هايلة معناها اللي قلت اما هذا فسرتها فسرت لا بالعكس لا والله فسرت وقال لك هاوك السؤال فيه اي شنو الميساج؟ ديما ستبيك مشاركة في الفيلم صحيح هذا فورماسيون اما عندك غلطة صحفية انه السؤال كان هل فما ممثل مصري تونسي قال ما نعرفش قال ما نعرفش قلت لا قلت لا معناها ما تعرفش تعرف بلقيس الشريعة لا ما قلتلكش لا تعرف علاش قلت لك ما نجاوبش خاطر مش متمكن ما قلتش ما يعرفش المعلومة اه مش المعلومة ماهيش عندي صحفيا زاد غلطة اه يا عبد الستار اما سيبيا عشان نسأل على ملحن ومطرب تونسي في مدينة صفاقس وبدأ مشواره الفني مع الكشافة وكان أول أساتذته في الفن هو المرحوم سيوبانس كراي ولد في أي سنة؟ في ما نقولش على عام حتى ما يحبش مازال حية انتقل مع عائلته لتونس العاصمة وانضم للراشدية تتلمذ على خميس طرنان صالح المهدي محمد التريكي طاهر غرسة انضم لفرقة الرعد التمثيلية ومثل الرعد اسمها كانت اسمها كايا ومثل الى جانب التمثيليه ومثل ايش عروض مدعوم بالرعد ايوه ومثل الى جانب سعلي بن عياد اي ما تسحقوش ها ممثل ومغني هو مغني اما عمل تجربه تمثيليه صغيره مش معروف عليه مش معروف عليه مثل الى جانب سعلي بن عياد وسيدة عليا حيث بقي ثلاث سنوات في الفرقه هذه بعدش تخلى على التمثيل واختص في الموسيقى خرجت فرق موسيقيه كما فرقه ليالي تونس المستار العيد يغني ويلحن فرقه المنار رضا القلعي فرقه واسس هو صديقه سي عز الدين بلدي فرقه البخت انضم لفرقه الاذاعه عام 19 من رعد للبخت ايوه 1966 كعضو في المجموعة الصوتية وقبل ما بعدش معنا تميز بالغناء المنفرد كانت أول أغاني الخاصة يجيك نهار وتتفكرني ثم قصيد وداعا قصيد وداعا وداعا اللي سويلمي بو جمعة من أغانيه يلي أنت غالي علي إذا الخويني محمد أحمد غنى لأغلب الملحنين التوانسة مثل الدكتور صالح المهدي سي شادلي أنور رضا القلعي محمد سعادة ونس كريم حسن الغربي كما لحن العديد من الأصوات التونسية والعربية عليا قصيد عيناه اللي بوترعة اللي عامر بوترعة زهيرة سالم مصطفى الشرفي يوسف التميمي عز الدين يدير محسن الرايس صفوة صفية الشامية كما روف النقاتي كما لحن لمحمد عبدة السعودي قصيد جريح كلمات الشعر فائق عبد الجليل مازال حي مازال حي اي مازال حي مازال حي لا لحن قصيد لحن قصيد قصيد وطني لاحمد اللغماني المجد لحن لزار قباني اذا مر يوم ولم تذكر بان اقول صباحك سكر هو الملحن الوحيد حسب علمي حسب ما نعرف انا اللي لحن واحدة من الاربع قصايد اللي عملهم عميد الادب العربي طه حسين مش مشاعر اما نضم اربع قصايد قصيده اسمها لا ابالي
وهو طريح الفراش ربي يفرج عليه طويقة في المستشفى العسكري ربي يخفف عليه منزل في وقت ما كان ملا سيفي سيفي يلعب أما توينسا ما مش ما يعرفوه يتهجموا عليه برشا برشا صحفيين تهجموا عليه يعتبروا أغانيه مش حاجة كبيرة الحانو كان ضيف عندي انا في نهار من نهارات توفيق الناصر سي توفيق الناصر توفيق الناصر سي توفيق الناصر بيجينا راجل فاضل برشا يتعدى لإدارة الموسيقى سي توفيق إدارة الموسيقى في التروزيام ايتاج مرة غلط طلع على الكاتريام ايتاج وجاي محذية يا خويا راهو نعرفوا من الكليب اللي وقت جاي من فرنسا سوريا خارجة سوريا خارجة يعني إذا مرة يوم مرة يوم ولم أتذكر بأن أقول صباحك سكر في بالك هو من المجدين في الأغنية هو كان وعدالي بنته عدالي بنته ونحكي أنا بنته كبيرة من غادي جاي التهجم إن شاء الله ربي يشفيه هو جاي هو من نوع اللي يخذيه على كمال الطويل والموجود سيحاول لك النغل روحا ربي يشفي ربي يفرج عليك تعرفوا الكليب اللي كله جميل الروار بتاعه جميله شنو شنو اللي نسميوها دام دو فيغ شو اسمها تاتشر لا المرأة الحديدية لا لا نعرفها هذه مش انسان مش انسان مش فيتامين شنو الفيتامين ترديفيرون تمثال الحرية الولايات المتحدة لا توغيفيل صحيت توغيفيل دام دو فيغ هكا دام دو فيغ توغيفيل مش هذا السؤال راه باهي شنو قاعد يصير له توغيفيل توا قاعد يحكوا فيه ينظفوا فيه قاعدين لونتروتيان قاعدين عمليه علاش علاش ما نعرفش اما نعرف فما اونتروتيان بداوا يحضروا فيه باش يعاودوا له اللون الاصلي نتاعو اللون نتاع هو ديما كل عام او كل خمس سنين ولا 10 سنين لا 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 المره هذه قال لك 132 سنه 20 مره وقع ترميم ترميم وقدين ولكن توا بمناسبه اعمال الصيانه الجو اولمبيك نتاع 2024 في باريس دونك هما قاعدين يعاودوا له في الدين نتاعو سامحني وباش يعاودوا له باش يرجعوا له اللون الاصلي نتاعو اللي هو روج زيد باش يولي يعمل لي ميسيون نتاعو هاي الناس اللي تحافظ يمشي القرى والمدن اما ما نعرفش عاد يردوا له اللون الاصلي بالحديد نتاعنا اللي هزوه اعطوه لهم لا لا قال لك ما اعطوه لهم الحبيب بورقيبه ولا لا قال لك لا ما شاكين فيها المعلومه قال لك مش الحديد نتاعنا معلومه فماش منها فماش منها المعلومه احنا كنا نقولها قلت لها البترول وينو الحديد خاطر ليه وقيبة فين وقت اللي تبناه 18 شكرا لكم مستمعينا كانت هذه راسين كاري ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة لكم نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة